أنا سارة زامي سليم في الصف الثاني ثانوي من تعليم شرقية. شعور لا يوصف، شعور غير متوقع. هذه طبعاً ثالث سنة اللي أشارك في إبداع، أول سنة شاركت كان في ثاني متوسط، ما حصلت على جائزة خاصة، ما كان في جوائز كبرى اللي كنت في المتوسط. السنة الماضية حصلت على 3 جوائز خاصة لكن ما حصلت على جائزة كبرى. هذه السنة يعني حصلت على جائزة كبرى وأحس بفخر، فخر كثير لي ولزملائي، وإن شاء الله نمثل المملكة في آسف في أحسن صورة. إن شاء الله أنا وزملائي نحقق جوائز كبرى وخاصة إن شاء الله أكثر من السنة الماضية، وإن شاء الله أن المملكة تكون تفخر فينا وتفخر بطلابها. عملت على مادة من سبينال فرايت. طبعاً هذه سبينال فرايت تستعمل في عدة مجالات، تستعمل في مجال الطب، تستعمل في التكنولوجيا، بالهندسة. هذه سبينال فرايت تستعمل في الجوالات اللي احنا نستعملها، في الكمبيوترات، في الواي فاي، بالجي بي اس، وتستعمل في تقريباً في كل المجالات، حتى في المجالات الطبية في الأجهزة اللي يستعملونها. طبعاً هذه سبينال فرايت أهم خاصيتين تكون فيها هو الهاي ماجنتيزيشن والهاي مايكرو ابزوربشن. فأنا عملت على مادة من سكانديوم دوبت كوبالت نيكل ايرون اوكسايد فرايت نانو سبينر، طبعا مع ديفرنت كونسنتريشنز اوف سكانديوم، ودرست الخصائص المغناطيسية. طبعا كان عندنا الماجنتيزيشن جدا عالي، وامتصاص المايكرويف كان اكثر من 99%، ومادتنا اشتغلت على فريكونسيز جدا عالية، فهذا يبين مادتنا تستعمل في مجالات كثيرة عدة جدا جدا. طبعا انا من انا في المتوسطة او حتى ممكن الابتدائية عندي حب وشغف كبير الفيزياء والفلك بشكل عام، لكن كشخص يحب القراءة فإني أشوف ممكن التطورات اللي يسوونها في هذا المجال أقرأ واجد، وشيء اللي جذب انتباهي وكيف إن هذه المادة مثل ما قلت إنها تستعمل في مجالات عدة في تطبيقات جدا عدة، فإن أنا يعني كان هدفي إني أعمل على مثل هذه المادة لكن بمواد مختلفة بحيث إنه يكون الإفشنسي حقتها أعلى ممكن تستعمل في تطبيقات. اللي ساعدوني في هذه الرحلة أكيد أهلي هم اللي أكبر داعمين لي في هذه الرحلة، ممكن بعد دكتورتي دكتورة منيرة مسيعي هي أكبر يعني كانت دعمتي بشكل كبير وأكبر محفز لي، ساعدتني واجد وهي أكيد سبب كبير لوصولي لهذه المرحلة. اللي وصلنا أنا وزملائي لهذه المرحلة أكيد الجهد والتعب، يعني أنا وكل زملائي يعني ما شفت أحد وصل لهذه المرحلة بدون تعب وجهد وإصرار. يعني في كثير ناس اللي مشاركين هذه السنة يعني حاولوا أكثر من سنة وفي سنوات ما فازوا كثير، لكن هذه السنة بعد الجهد والتعب الشديد كلنا وصلنا إن شاء الله.